احنا مطالبنا اولا الاول هو هذا المهم بالنسبه للملاك جديد تعديل سلم الرواتب من رئاسه الوزراء، هاي اولا. ثانيا هاي العمال الموظفين يداومون بدائره البلديه، هاي القبالة قاعد اشوف اللي قاعد تظلم هاي العمال الفقره، يعني رواتبهم كل واحد 170,200 يستلموهن كل 45 يوم، كل 45 يوم. وهذا شوف الاعداد، اعداد احنا هواي، بس اكو بعض مسؤولين الاقسام قاعد تهددهم بالفصل، تهددهم بالغياب، يعني مو هواي امور. لا خطوره ولا نقل، الخطوره من سمعوا المظاهرات نزلوا الكتاب، الكتاب امس وصلني، الكتاب هذا حافظه بجهازي. ما صرفوا احنا السيد المدير ما مطبقينه، السيد المدير وافق عليه، بس اللي مقفه الحسابات. الملاك سوى راتبهم ايش قد؟ 100 هذا 120 160. احنا لحد الان صار لنا 45 يوم لا راتب، راتبنا 45 يوم لا رواتب لها لحد الان. لحد الان احنا نريد رواتبنا، نريد عقود، تحويل عقود رواتبنا نريد احنا. واللي جراه يعني هسه اكو عقد ما موظف على الملاك الدائم، واكو اجراء ما موظفينهم على الملاك الدائم، ها؟ الموظف هسه على الملاك الدائم راتبه 196 170، يعني شو يكفي هذا؟ عنده اله، عنده ايجار، نريد تحسين الرواتب، المخصصات مالتنا، الخطوره، النقل، سلم الرواتب، الساعات الاضافيه، هذا كل اللي نريدهن. دوامنا؟ دوامنا من الستة صبيح ها ل 12، هاي وحده، جمعه وسبت ما عندنا، ما نقعد قبل غياب يغيبك اول باول، حتى هنا ها ما ينزلون له.